وللحديث عن التصريحات الأخيرة للنائب السابق فائق الشيخ علي بشأن مسؤولية إيران وميليشياتها عن تفجير المرقدين العسكريين، ينضم إلينا عبر السكايب الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل. السلام عليكم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. نرحب بك. يعني لماذا تعمدت السلطات في العراق يعني إخفاء وتعتيب التقرير الحقيقي المسؤول أو الذي يتكلم عن مسؤولية إيران وميليشياتها بتفجير المرقدين؟ يعني التقرير كان مكتوب ومع ذلك تم إخفاء هذا التقرير. ما تناوله النائب السابق فائق الشيخ علي هو اعتراف دقيق لواقعة موجودة، وبالتالي هذه شهادة كشفها لأنه كان من داخل العملية السياسية وكان مطلع على كل هذه التقارير. وبالتالي الحكومة تتعمد عملية إخفاء الأدلة لأنها أيضا تابعة لإيران وهي تنفذ هذه المشاريع بجميع مراحلها منذ عام 2003 إلى يومنا هذا. فلذلك هي لا يمكن أن تخرج من دائرة المشروع الإيراني حتى يمكن لها أن تعمل بحيادية في كشف ملابسات الجريمة بشكل واضح تماما. وبالتالي هي أخفت هذه التقارير أو هذه ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكتوبة سواء من لواء ثابت أو من جهاد، يؤكد تماما على أنهم لا يريدون كشف معلومات تدينهم لأنهم مارسوا عمليات القتل الطائفي وعمليات حرق المساجد ومراقد الصحابة، وبالتالي تسببوا بفتنة كبيرة في البلد. وإلا السؤال الذي يطرح نفسه، لو كان هناك عدم حرص لتنفيذ هذا المشروع لفرض حرض للتجوال في ذلك اليوم إبراهيم الجعفري وباقر صولاق، لكنهم رفضوا أن يكون هناك حظرا للتجوال من باب إطلاق يد الميليشيات التي تساعدها بعض الأجهزة الحكومية في عمليات تنفيذ صفحات ما تريده إيران. وهنا حقيقة يعني لابد يعني الإشارة على السؤال هنا أنه كان هذا التنسيق أو هذا الترتيب المسبق يوحي يعني النية بإشعال شرارة الطائفية في العراق. بالتأكيد، لأن إيران تريد هذه القضية وإيران تريد التطهير العرقي والطائفي في العراق، وهي تعتبر هذا المشروع استراتيجي لأن الورقة المذهبية والطائفية لعبت عليها ووفرت لها وجودا في العراق ومن ثم المنطقة. ولذلك الميليشيات ذهبت باقتيال الإعلامية أطوار بهجت لأنها صورت وكشفت ربما بالتصوير الذي كانت تمتلكه بحقيقة الذين فجروا المراقد في سامراء، وبالتالي جرى عملية أخذ أجهزة التصوير وقتلها قتلة بشعة. وبالتالي يعني ما يجري اليوم، حتى هذه اللجنة المؤلفة من جهة حكومية لم تستطع تزييف الحقائق، قالت أن ميليشيا إيران هي التي فجرت. ولكن السؤال هنا، إلى أي مدى استفادت الأحزاب والسياسية في العراق من هذا التفجير الذي كان مبررا لإيران لتحكم قبضتها بمزيد من الأحكام على العراق؟ لولا هذه التفجيرات وما تبعها من إجراءات أخرى طائفية لما تأسست هذه الميليشيات وأصبحت لدينا أمراء للحرب، وبالتالي لم يكن لإيران هكذا نفوذ موجود في العراق. لذلك استفادت فائدة كبيرة من خلال تأسيس وكلاء لها من جيوش رديفة للحرس الثوري الإيراني في العراق، ومن ثم انتشرت في سوريا واليمن ولبنان وعموم المنطقة، وأصبحت لديها قواعد موجودة مثل جرف الصخر لتدريب الطائرات المسيرة وتهديد دول الجوار، يعني وبالتالي تدعم المنظمات الإرهابية الأخرى. تمثل نقطة تحول في سياسة إيران وميليشياتها في العراق تفجير المرقدين في 2006. بالتأكيد هو يعني قضية تحول استراتيجية من حيث الوصول إلى المشاركة في احتلال العراق أو رأيتها في تشكيل الحكم إلى مرحلة الهيمنة ونشر ثورتها في المنطقة. ولذلك اعترافات اليوم فائق الشيخ علي تؤكد استشراف وأدلة الدكتور حارث الضاري رحمه الله عندما كان أول عراقي قد واجه تسخيري في وقتها، وقال له المخابرات الإيرانية بلسان واثق هي من فجرت هذه المراقد. وبالتالي تتوالى الاعترافات سواء من قائد العمليات الأمريكية الوسطى في العراق أو من خلال اعترافات اليوم بعض الساسة كفاق الشيخ علي وغيره. إذن هي نظرة ثاقبة لهيئة علماء المسلمين المتمثلة في شيخها السابق المرحوم الشيخ حارث الضاري في هذه النقطة وفي نقاط كثيرة حول العملية السياسية في العراق واحتلالها برمتها. بالتأكيد هي نقطة مهمة تماما، لأن المعلومات التي يتم
حقيقة إصدارها من هيئة علماء المسلمين أو ما كان يصرح به الدكتور حارث الظاهري رحمه الله تؤكد على أنهم هم أصحاب الميدان، لأن هذه المعلومات ليست تكهنات أو توقعات أو تحليلا سياسيا، هذه يعني أمور ميدانية جرت، وبالتالي يجري توصيف هذه الأمور الميدانية. لذلك عندما قال رحمه الله أن إيران ومخابراتها كانت وراء التفجير، لأنه بناء على معلومات دقيقة حيث هي تنتشر الهيئة في عموم هذه المناطق ولديها فروع، وبالتالي يمكن أن تستسقي معلوماتها بطريقة أدق، فضلا على أن العراقيين يتعاونون بتزويدهم بالمعلومات. لذلك اليوم لأول مرة يخرج أو للعلن أن هناك تقريرا رسميا مكتوبا يكشفه النائب السابق، لأنه كان جزء من هذه العملية، وبالتالي إذا حتى الأمور الرسمية داخل أجهزة الدولة تؤكد تماما على صدق المعلومات. لذلك يعني في سؤال يعني أخير هنا، ما هي رد فعل الأوساط السياسية بعد هذا التصريح؟ هل من الممكن أن تتغير الخارطة السياسية بعد هذا التصريح، خصوصا أنه كل ما جاء من العملية السياسية اليوم اعتمد على هذه نقطة التحول؟ أولا السياسيين الحاليين حقيقة هم يهرولون وراء إيران، وبالتالي يريدون كسب ود إيران، لذلك لا يوجد هناك ندية سياسية يمكن أن تجعل حسابات البلد أو حسابات العراق فوق هذه الاعتبارات. لذلك حقيقة لا أمل بهؤلاء الأطراف السياسية، لكن شعبيا بالتأكيد هذه الاعترافات الدقيقة والواضحة تماما ستعكس لدى الشعب العراقي قناعات كبيرة، وهو قد وصل إليها، لكنها بالأدلة اليوم الصارخة والصريحة ستعكس له أن هذه العملية السياسية أصبحت غدة سرطانية في جسد العراق، وبالتالي لا يمكن علاجها إلا باستئصالها، وبالتالي هذا ما سيقود إلى كثير من الملفات في وعي الشارع العراقي لما تقوله القوى المناهضة للاحتلال، وبالتالي لما وصفت أو توصف بها العملية السياسية، وبالتالي تكشف نفوذ إيران داخل العراق، وهذا حقيقة يقتضي إلى عمل عراقي جاد من أجل انتزاع العراق وإخراجه من هذه المآزق التي أوردتها العملية السياسية وإيران. شكرا لك السيد عبد القادر النايل، كنت معنا عبر تايب عن تصريحات الفائق الشيخ علي، شكرا جزيلا لك.